اليوم هو عيد يناير او باللغه العربيه حفل يعني ليله يناير، واللي دأب فيها الامازيغ انهم يحتفلوا بالسنه الامازيغيه الجديده. الحفل هو يعني تقديم لكل ما هو تراث امازيغي، العرس الامازيغي التقليدي يعني في المناطق ديال سوس. ما غاديش نقول المناطق ديال الامازيغ كلهم، لانه العرس الامازيغي كيختلف من منطقه لاخرى، ولكن العرس الامازيغي يعني في الجهه ديال سوس ماسة هو الحفل يعني فيه تقديم لكل ما هو تراث امازيغي، يعني المراحل ديال مراحل تنظيم العرس او مراحل اللي كيدوز منها العرس المغربي او العرس الامازيغي بالاحرى. يعني المؤسسه ديالنا الاستياشتي او المعهد المتخصص للتكنولوجيا السياحيه والفندقيه هذه دأبت العادة أنه ينضم هذا الحفل، هذه الدورة ديالو الثانية بعد مرور الدورة الأولى واللي عرفت نجاح كبير الحمد لله، لا في مجال الإعلام ولا في مجال الناس اللي كانوا حاضرين الآراء ديالهم. هذه الدورة الثانية اللي كنتمنى وإن شاء الله حتى هي تدوز بخير وعلى خير. الحفل أو برنامج الحفل كيكون تقديم العرس الأمازيغي، من بعد إن شاء الله كيكون غادي يكونوا فقرات موسيقية ديال فرق محلية، شباب كاينين شباب غادي يكونوا إن شاء الله من أجل التشجيع ديالهم، لأنه الثقافة الأمازيغية ماشي منغلقة، بالعكس هي منفتحة على كل الثقافات الأخرى، يعني ماشي مقتصرة على الفرق الأمازيغية بوحدها. من بعد إن شاء الله غادي يكون تقديم الأطباق الأمازيغية ديال المنطقة ولا ديال الأمازيغ ديال المغرب كامل، مثل الكسكس الامازيغي بكل الانواع ديالو، يعني بكل انواع ديال المناطق المغربيه الامازيغيه. غادي يكون ان شاء الله كان الافتتاح ديال المتحف الامازيغي اللي فيه يعني التراث الامازيغي اللي للاسف كان في انقراض ومازال راه غادي في الانقراض، واللي كنحاولوا ما امكن انه نزرعوا هذا الروح في الشباب باش انهم يحافظوا على الثقافه ديالهم والثقافه الامازيغيه بشكل اساسي. الحضورين ويسيس كوسلايات الشباب اوكادير المنطقه الجهان سوس كلت كاين دعم صغير لمنوفه باش تدي سنبيد سند حضار تنشجعها باش تكمل في تورين احياء الثقافه المغربيه بصفه عامه او الامازيغيه بصفه خاصه. يسوس مغبهرونش كاد تيغاو سيوين لكل وزارة المعريض ولا تتم غراغ كي تتفتو تسكتي غدا ليا من تمازير تشكر خير نكني لحسن الحظ نحضر راس نتعيش ديس إيكا يسبينا طقوس نتمغرا تمازير تا كلي تزرا ميدن كلو تبينو دوار كلو تيزدر ثلاث مغرا ماشي غير دايرة العائلة كراوي التومزين كرامان كراوي كشوط كرا التعاون كلو ميد نار السنوان نار السقبال نار زعما استقبلنا كل الضيوف النادوش كان كريك 8 يسوس ماغيكاد استمل سن مازيغ سوا تمل سن نتوتمين ولا تيرغاز يتيلين الحشمات يعني دي التفاهم دي اتفاق بما يخص الزوجين العائلتين كل تنتسنا ترى ارتفق في كل ما يخصنا ما يقال المصلحه العامه يسلان ولا تسداتين خير هذه فولكي راه غادي تسكتي تازور التاريخ العريق اللي قالوا مازيغن نتمنى الشباب تكمل في توكاسن سوا غودي العماد ولا غولي رد ياشك باش الامور هذا دور متن تتسكمنا في السفوس الاجيال اللي دوشكانين تنمرتنا. هذه لا دوزيام ايديسيون فاش كنشارك في هذا الحفل كنظمو بمناسبه عيد ناير وعجبني الحال بزاف صراحه، هذه ثاني مره كنشارك وكنشكر السي الحسن اللي نظم هذا الحفل هذا واللي دارني من المشاركين ديالو. انا مثلت دور مثل العروسه والحفل زوين بزاف.